انا تفاجئت هذا الصباح فقط وتفاجئت ببعض الاخوان في الريزو سوسيو وبعض المواطنين يصيفطوا لي دي ميساج كيتشكاو من الرائحه اللي اصبحت لا تطاق في المدينه وكثير من الاخوان اللي ما فهموش علاش هذه الرائحه وكانت مناسبة انه يقول ودي خص ولا بدا يجيو اولا الصحافه ثاني الاعضاء ديال المكتب ورؤساء اللجان والنواب ديالهم وكذلك نعيطوا للناس ديال الاعلام وبعض الجمعيات المهتمه بهذا الميدان هذا تمت توجيه الدعوه للجميع واخا كاين ضيق الوقت ولكن لكل ما تفاعلناش عاود بسرعه يقول لك ما داوهاش فينا ورحنا عيطنا دونك كان خصني ولا بدا نتفاعل بسرعه مع الطلب ديال المواطنين اللي كيقولوا بانه كاين ريحه وبغاو يفهموا علاش هذه الريحه كاين. اذا تم دعوه ديال السي بيوض اللي هو رئيس قسم التقني وكذلك مسؤول التنسيق مع الاخوان ديال هذا اللي مكلفين بهذا الفضاء هذا اللي هو لا ديشارج في كيتجي كاع الاسباب ديال المدينه ديال وجده تجي لهنا وكذلك السي الحسن اللي هو مدير ديال السيطر اللي هو المورد اللي كيورد السلعه لهذا المكان السلعه اللي هي النفايات ديال المدينه ديال وجده. ولهذا اليوم في هذا اللقاء غادي الاخوان يقدموا لكم شروحات لان هذا الشيء تقني ماشي سياسي باش انا نقدم لكم عرض غادي يقدم لكم عرض علاش كاين الريحه شنو هما الحلول رحنا ما ناعسينش كاين حلول وهذه الحلول فوقاش غادي يكون الحل النهائي باش ما تبقاش الريحه في المدينه ديال وجده. صوف غير اللي بغيت نشرح لكم وهو كان هذا النهار الاول هذا المطرح هذا ما عمرهم من صوبوه فصوبوش على اساس انه يعالج مشكل ديال النفايات السائله اللي هو سميتو ليكسيفيا هذاك هو اللي كتعطي الريحه صوبوا هذا وداروا هذا الاستثمار كله على اساس انه باش يدفنوا النفايات ولكن من بعد خص دابا استثمار جديد ديال كيفاش المعالجه ديال هذاك العصاره اللي سميتها ليكسيفيا خصوصا فصل الصيف لان في الصيف فين كيكثر الضليع والتير كيكثر خصوصا في شهر رمضان لا كونسوماسيون ديال المواد الغذائيه كتكثر وحنا المواد الغذائيه في المائده المغربيه واحد المواد غنيه بالعصاره وبالتالي هذيك العصاره الا كانت بواحد النسبه قليله في الشتاء فصول اخرى كتكثر في الصيف هو اللي كيجعل ما بين مع الحراره ومع العصاره كتكثر وفي شهر رمضان علاش كنحسوا بها بزاف لانه الناس كتكون فايقه وهذا ماشي عاد حتى اليوم عاد لاحظناه هذا قبل ما يبدا رمضان درنا عده اجتماعات مع الاخوان ونبهناهم الى ضروره معالجه بهذه المعالجه غادي نشرح لكم السي بيوض والاخوان اللي مسؤولين هنا راه كاين معالجه ظرفيه في انتظار انه غادي تكون معالجه نهائيه ديال هذا الموضوع. اذا هذا هو اللقاء فجاه السياق ديالو تجاوبا مع المطالب ديال الساكنه تجاوبا مع المطالب ديال الاخوان اللي نشروا عبر صفحات الفيسبوك وصفحات التواصل الاجتماعي اللي كاين مشكل ديال الرائحه قلنا ما كاين حتى مشكل بما انه الاخوان بغاو يفهموا يجيو الناس اصحاب الميدان معهم حتى حنايا المنتخبين باش نشرحوا للساكنه ونتواصلوا معهم عبر المجتمع المدني وعبر وسائل الاعلام. نعطي الكلمه للسي بيوض تفضل السي بيوض. السي بيوض هو المهندس التقني هو اللي مكلف بهذا الميدان قبل ما نجي انا هو كان مكلف بهذا الشيء تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم باش نتكلموا على هذا الموضوع لابد من نرجعوا شويه لتكرر المشروع وكيفاش دار وكيفاش اللي دار لان عندها علاقه مع الشيء اللي رحنا واصلينه اليوم. كما كتعرفوا المطرح العمومي المراقب اللي هو حقيقه هو فريد من نوعه على الصعيد الوطني وهو واحد المشروع نموذجي هذا دار في اطار واحد المشروع مندمج لتدبير نفايات الصلبه. كما كتعرفوا كان من قبل هذا المركز هذا مركز معالجه وتثمين النفايات وهذا هو الخصوصيه ديال التثمين ديال هذه النفايات غادي نهضروا عليها من بعد. كانوا مطارح عموميه دي ديشارج بيبليك من قبل في وجده وكانوا كيتبدلوا فين ما كيزيد يعني التعمير وهذا كيتبدلوا. واخر اخر اخر مطرح عمومي اللي كان يعني غير مراقب كما كان القرين كل شيء وعلى غرار جميع المطارح في المغرب اللي كانت يعني طريقه عشوائيه ما فيهاش واحد المعالجه هو المطرح العمومي ديال سيدي يحيى اللي كان الاستغلال ديالو تقريبا في واحد 15 سنه من 1990 حتى 2015 واللي تدفن فيه ما يزيد على 1,600 2005
من 90 حتى 2005 وليت تدفن فيه ما يزيد على 1,600,000 طن. وجا هذا المشروع المندمج واللي كان يعني جدا سباقه في المغرب هذا النوع هذا ديال هذا المشروع واللي فيه الجمع ديال النفايات والنقل ديالهم وكذلك المطرح العمومي القديم والتأهيل ديالو والإعادة التهيئة ديالو هذاك راكم كتشوفوا دابا السيدي فيا اللي كيمشي تما ما كيعرفش اللي كانت زبالة يعني أو مطرح عمومي سوفاج وهذاك دونك تم التأهيل ديالو والإحداث ديال هذا المركز هذا هو اللي يمكننا باش نوقفوا الاستغلال في سيدي فيا ونزيدوا في التهيئة ديالو إلى غير ذلك. إذن في هاد المطرح العمومي هذا هو بعد هاد السيت هذا اللي رحنا في هاد الموقع اللي هو 10 كيلومتر على جنوب المدينة ديال وجدة هو تختار بين واحد 4 أو 5 ديال المواقع اللي تقريبا واحد مدة ديال عامين ولا 3 سنين واللي جان متبع على الاختيار ديال الموقع وتختار هاد الموقع هذا بحكم الأولى الموقع ديالو بحكم التربة ديالو بحكم واحد المعطيات كثيرة واللي مهمة واللي كتساعد باش يدار واحد لو بروجي واحد المشروع اللي يكون فيه شوفوا يعني حتى من ناحية على 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 المدى الطويل وعلى الحماية ديال البيئة بالنسبة للفرشة المائية إلى غير ذلك. دونك هذا المشروع هذا بدا في 2003 تلونسا واحد لابيل دوف انترناسيونال وجاو دي يعني مقاولات يعني دي سوسيتي انترناسيونال اللي شاركوا هذاك وبدا هذا المطرح هذا في 2005. كما سبق وقال لكم السيد الرئيس نهار اللي دارت هذه الدراسه الدراسه كانت المدينه ديال وجده كانت يعني كان لها الحظ انها استفدت من واحد التمويل واحد التمويل سويدي اللي مولود الدراسه كلها اللي هضرت عليها بما فيها المشروع المندمج الجمع ديال النفايات لا كوليكت دي زيشي التهيئه ديال والغلق ديال مطرح سيدي فيا والاحداث ديال هذا في ديك الوقيته يعني قبل 2003 قبل ما تكمل الدراسه يعني ما بين 2000 و 2003 ودارت الدراسة هذا المشكل ديال الليكسيديا ما كانش معروف في المغرب من ناحية الكمية والكم ديالو من ناحية الكيف من ناحية لاكاليتي ديالو شنو هما لي كومبوزونت ديالو هذا فما كانش عندنا في المغرب واحد الريكول باش نعرفوا شنو هو الليكسيديا وشنو خصو شنو هو ما كانش عندي ديغنوستيك باش تقدر تعطي العلاج ديالو دونك وعندنا حنايا في الدراسه مكتوب كما كنقولوا نوار سو بلو باللي الليكسيديا التريتمون ديالو المعالجه ديالو غادي تجي من بعد حتى نعرفوا شحال عندنا ديال شحال عندنا ديال لا كونتيتي وشنو هو لا كاليتي ديالو هذا كله لان الليكسيديا كيختلف من مدينه لمدينه ويقدر يختلف من بلاد لبلاد الى غير ذلك غادي نجيو شويه للمعطيات التقنيه من بعد غادي نعرفوا داكشي فبدينا كما قال لكم السيد الرئيس في 2005 بدينا في الدفن ديال النفايات وفي التثمين ديالهم هذا بلا ما نطول عليكم غادي نعطيكم غير واحد الفكره في 2005 بدا الاستغلال في هذا المطرح هذا على واحد المساحه ديال 40 هكتار وحنا التيران او الموقع اللي شهدته البلديه انذاك باش خصيصا لهذا المشروع فيه 133 هكتار يعني شهدت باش تشوف على حسب المدى البعيد هذا 40 هكتار اللي هي واحد الشطر الاول واحد المده ديال 20 سنه دونك بدينا في 2005 فيه واحد طوا كازي وهاد لي طوا كازي تخوا كرون كازي كما كنشوفوهم هنايا في لا ماركيت وهاد لي تخوا كازي كل كازي فيه 6 ديال لي كومبارتيم دونك بدا الدفن ديال لي ديشي من بعد دار السيستيم ديال لو ديكازاج هنا فين قلت لكم التثمين ديال هاد النفايات دا السيستيم ديال لو ديكازاج وفي 2007 و 2008
تسعود كانوا شويه مشاكل ديال مصادر اداريه باش نبيعوا الطول وهذا كذا ذلك وما ما تمشاتش على حساب يعني التوقيت الزمني اللي كان مسطر هذا ولكن هذا راجع لهذاك ولكن هذا ما يهمش المهم هو الهدف ديال المشروع وصلنا واخا كان واحد ديكالاج ديالو ولكن الهدف ديال المشروع وصلنا له هو انتاج الطاقه الكهربائيه في 2012 بالضبط في ماي 2012 يعني هذه 5 سنين دينا كانت جوج طاقه كهربائيه اللي هي هذه الطاقه اللي هي كتمشي في الشبكه ديال الكهرباء انجكتي في لو ريزون ديال لافيل دونك نرجع للمشكل اللي عندنا يعني في 2012 عاد بدا كيبان هذا المشكل ديال الليكسيبيا لان الليكسيبيا كيتكاطا مع لي ديشي يعني باش نعطيكم واحد الفكره راه حنا عندنا هنايا طون ديال لي ديشي اللي كتشوفوا واحد الكاميون داخله مثلا بحال اللي شفتوها قبيله هذيك يقدر يكون فيها 9 طون حتى 10 طون كاع ماكسيموم طون ديال لي ديشي راه يكون فيه حتى 180 لتر ديال الليكسيبيا 10 طن كاميون ديال 10 طن راه يكون فيها 1800 لتر يعني تقريبا 2 متر كيوب يعني 2 متر كيوب ديال الكسيليا اللي كتجيبو الكاميون مع اللي عندها في الريزرفوار تحت اللي عندها مع لي ديشي داخل اللي عندها هذاك وهذا كله في ما مشى في لا ديشارج كيدور يدور وخصنا نجمعوه ونديوه لواحد واحد البلاص قلت لكم قبيله هنا هذا الموقع هذا خصنا اول حاجه هنا هي الحفاظ على 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 لي سوسول على لو فوق هي على هذاك دونك هذا كيتم التجميع ديالو يعني. في 2012 بدينا الباسين الاول من بعد الباسين الجواج بدا كيكثر داك الشيء دونك ملي بدينا كنعرفوا الاخر لي كونتيتي ديال ديال هذا الليكسيليا ولا كاليتي ديالو لان غير باش تعرف حتى الليكسيليا خاص دير دي زاناليز ما كديرهمش غير يعني غير تجي لاناليز الاولى صافي راك على الاقل على واحد الربعه ديال لي زاناليز في العام وخص عام كامل باش يعطيك واحد الاخر لان حتى دوك لي زاناليز كاين دوك الاخر هذوك المواد كيطلعوا يهبطوا ربما تلقاها هنايا دي سي او فيها واحد المقياس من بعد عاوتاني هذاك المهم دونك حنا كما قال السيد الرئيس ماشي يعني كاين فاز داك الشيء ولكن بدينا فيه درنا اتفاقيه اللي دارت في 2012 لتمويل معالجه هاد العصاره ديال النفايات و وهاد العصاره ديال النفايات اللي كان في الاول الدراسه اللي جات به لان كانوا في بريفيزيون كيقولوا يعني ما غاديش تكون عندنا بحكم ان ما عندناش واحد لابريفيومتري ما عندناش يعني الشتاء بزاف يعني ما غاديش تكون عندنا واحد لاكونتيتي كبيره لان ملي كنشوفوا الدول الاوروبيه ولا هذاك الليكسيليا ديالهم راه 70% غير الماء ديال الشتاء و 30% ديال الاخر لان يعني نمط العيش ديالنا وديالهم ماشي بحال حنا لي ديشي ديالنا من الدار كيخرجوا هي حنا كنتكلموا على النفايات المنزليه ولا كنقولوا النفايات الصلبه ولكن في الحقيقه راه فيها واحد النسبه ديال السائل اللي هو كبير غادي نقول لكم 180 لتر في الطن فكان بريفي باش ان داك الليكسيليا اللي يخرج يولي عاود يرجع اللي كنسميوها لا ريانجيكسيون يعني باش بقى بحال واحد السيركوي فيرمي غير تما داك الشيء كيبقى هذا بدينا ولكن مع الاسف كما قلت لكم لي ديشي ديالنا فيهم الماء بزاف هذاك الشيء ما بقاش واخا تجي ترجع لي ديشي ديجا فيهم الماء هي اليوم كيخرجوا هذاك لي ديشي فيهم الماء مع احنا هنا ما عندناش لو تري وهذا لو تري كان هذاك دونك هذا حتى هو كيساعد شويه انه الماء كيبقى في وسط فوسط لا ماس الكبيره ديال السيميوز الاجراءات شنو دار وانا غادي نجي الاجراءات دونك هنا ملي بدا الاخر كيكتب في 2014 بدا المشكل 2014 2015 لان هاد الرائحه منين كتجي من لي سيرفاس اللي كتكون مع الهير دونك الا كان هذاك الشيء ما مغطيش ما كانش واحد الاخر دونك راه حدو مع الهير هذاك ديال الاخر كيتبخى على ديبرسيون مع مثلا هنا اليوم النهار عندنا لا شالور
هذاك الشيء كيدخل طلع في العشيه كان الجو كيبرد وكيكون الريح كيدير داك الشيء داك الرائحه كتمشي بشكل سحاب كتمشي وكطيح في ديبرسيون في البلايص اللي يكونوا هابطين تما كطيح ديك الريح دونك على حساب الريح هنايا ملي كتكون ديك الريحه بعض المرات كتمشي للشمال بعض المرات للشرق هذاك كل مره فين كتمشي دونك حنا في انتظار باش تكون الدراسه وتكون هذا كلش دينا واحد الاجراءات اللي كنا كنديروها وهي كنديرو ليفابوراسيون فورسي هادشي واخا ماشي بريفي في الكاي تشارج عند المفوض لهنايا ولكن كيدار درنا اللي كنسميوها ليفابوراسيون فورسي باش نقصو من الكميه ديال هاد الاكسيديا وشحال ما نقصنا من الكميه نقصو حتى من الريحه لان اللي تكون الكميه كبيره غادي نبقاو نزيدو في لي باسان ما حتى كتزيد في لي باسان كتكبر لا سيرفاس وهذيك لا سيرفاس مع الكونتاكت ديال الريح هي اللي كطرح المشاكل ديالها دونك درنا هاد ليفابوراسيون فورسي درنا لو تريتمون المعالجه مواد كيماويه دي برودوي شيميك اللي كنديروها في هاد الفتره ديال الصيف اللي كتكون الحراره وتكون هذاك ومؤخرا دونك في اطار الاتفاقيه اللي قلت لكم دونك يعني درنا واحد الصفقه واحد لانسينا واحد لابيل دوك انترناسيونال بالنسبه ليتيود هاد ليتيود شنو فيها؟ هاد ليتيود فيها الدياغنوستيك وفيها يعني الحلول اللي يمكن لها كاع تعطى المعالجه ديال هاد الليتيود باش نوصلوا للانجاز ديال واحد محطه المعالجه وهنايا عندنا تقريبا واحد 80 متر مكعب ديال ليكسيدا في النهار هذا المعدل هنا يقدر يكون مثلا في جونفي فيفري يقدر يكون 65 و70 يقدر يوصل حتى 100 في جويي ولا اوت كما قال لكم السيد الرئيس وقت ديال اللي كتكون فيه الحركه وهذه الفواكه والبيض ولا غيرها الماء كاع الشيء اللي فيه الماء بزاف وحتى لا كونتيتي ديال لي ديشي في الصفر كتطلع كتمشي تقريبا حتى ما بين 20-30% الا جينا نقارنو ما بين جونفي فيفري مارس ابريل ولا من ماي جوان حتى لسبتمبر دونك كتكثر الليكسيديا وكيكون كتكون الحراره ومع ستوكاج الى كبرنا لا سيرفاس دونك هذا هو اللي كيخلق هذا دونك هذه الدراسه هذه اللي بدات هذه شهرين وعندها واحد الاجال ديال 7 شهور هذه الدراسه هي باش تعطينا لكم الحلول حنا كنا شي تحملات حددنا الاهداف اللي بغينا نوصلو لهم وهاد الاهداف حددنا 4 ديال لي سيناريو يعني باش المهم في هاد المعالجه هو اول حاجه الريحه ما تبقاش دونك هذا الشرط الاساسي ان المعالجه اللي غادي تكون المعالجه الاوليه وهو الريحه ما تبقاش من بعد على حسب المعالجه اللي غادي تكون باش نشوفوا اما الاستعمال ديال هاد الريوتيليزاسيون ديال هاد لي زوتريتي الاستعمال ديالو اما في السقي هنا داخل المطرح كما كتشوفوا راه كاين واحد العدد هائل يعني ديال الاشجار ديال لي زيسباس ديال ومازال غادي نكملوا هاد لي كازي اللي كمل غادي يتغرسوا داك الشيء دونك غادي يكون عندنا واحد يعني واحد المساحات اللي خاصها السقي بزاف دونك هذيك اولا يمكننا نمشيو حتى للسقي ديال المساحات الخضراء في المدينه اولا الحل الرابع وهو انه نوصلوا لواحد لو تريتمون اللي هو يعني واحد المعالجه اللي هي بوسي نوصلوا حتى ان هذاك الماء نرميوه في المجال الطبيعي لو روجي اون فيديو ناتورال يعني مثلا في الشارع هنايا واللي ديك الساعه يقدر اي واحد يبومبي في اللاح ولا هذاك ولا يسقي به وما يكون فيه حتى اضرار وهذا خصو يخطا المعايير واحد المعايير اللي غادي تدخل حيز التنفيذ في جونفي 2018 وهذه لاول مره في المغرب كيحددوا واحد المعايير ديال التريتمون ديال المياه اللي يمكن لها ترمى في المجال الطبيعي دونك هاد الدراسه هادي قلت لكم هادي شهرين ملي بدات وهاد الدراسه هادي مرتكزه على اللي كنقولوا لوبليغاسيون دو ريزولتا يعني الزاميه النتيجه وهاد الزاميه النتيجه في هاد الدراسه هادي طلبنا باش يكون واحد البروتوتيب اشنو هو واحد البروتوتيب
يعني هذه واحد تجي واحد ميني ستاسيون اللي غادي تكون هنايا هذا جات يعني شهر هي هنايا ومن اليوم ان شاء الله عندهم يديماريو يعني لي زيسي ديالهم اللي محدد لهم حتى هما المده الزمنيه وهذاك كلش باش نشوفوا النتيجه فين غادي نخرجوا لان هذوك الحلول اللي قلت لكم هي بطاطا واللي غادي يبين هذا الشيء هذا هو هذا البروتوتيب هذا لا مينيستاسيون اللي غادي يديروا فيها كاع لي زيسي وعندهم عاود ثاني علاقه حتى بالكلفه اذا بغينا نوصلوا مثلا غير نحيدوا الريحه وهذاك الماء نستوكيو بلا 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 ريحه وما غاديش نستعملوه يعني يبقى يتبخر او لا هذاك الماء نزيدوا له ليفابوراسيون فورسي يعني الماشين اللي غادي هذاك ويخرج الماء يعني بحال الماء ديستيلي واللي هو يعني ماء نقي واللي يمكننا نستعملوه او لا كما قلت لكم حتى يطرم في المجال هذاك هذا كله عنده علاقه عاوتاني مع 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 الكلفه وهذا البروتوتيب هذا هو اللي غادي يحدد فين يمكننا هذاك واخا حنايا هاد الشهرين هادي داروا الدياغنوستيك وداروا لي بروبوزيسيون يعني المقترحات ديال بيروليتيك وجمعت لجنه التتبع وشافتهم ومشينا في واحد الحل اللي هو انه يكون لو تريتمون هاد لو تريتمون فيه جوج حوايج في اللي كنسميوه فيرمونتور واحد لو اس بي ار هاد لو اس بي ار سي دي رياكسيون هاد لو فيرمونتور كيكون يعني مغطي هذا لا فيرمونتاسيون هادي ديال هاد الديكسيليا باش اولا انها تجبد منه كاع الغاز اللي كاين الغاز دونك هذا عاوتاني غادي يعطينا واحد لا فالور اجوتي للبروجي اللي غادي يمكننا تكون عندنا واحد الطاقه اللي غادي غير من تما اللي غادي تخرج ونستعملوها في ليفابوراتور دونك هذا باش يجبدنا حتى الكلفه ديال المشروع وكاين هذا اللي كنسميوه اس بي ار حتى هو سيت ان تريتمون اللي غادي يعني هادو بجوج ضروريين وهادو اللي كيحيدوا الريحه من بعد يبقى لنا اشنو نزيد دونك البروتوتيب انا اللي نقترح عليكم بعد كي نتولوا هنا غادي نمشيو نشوفوا تما سير بلاص من بعد هذا الشهر هذا ديال البروتوتيب دونك غادي نكونوا تكون عندنا واحد النظره يعني على فين غادي يمكننا نمشيو بالتكلفه ديال كل هذا الشيء ومن بعد دونك كاين باش يتوجدوا يعني التصاديم وداك الشيء دوك لي بلون ديكسيكسيون هذاك ودار اللي كنسميو لو ديمونسيونمون ديال هاد لا ستاسيون على حساب النتيجه اللي غادي تخرج ونتمنى نفوتوا ان شاء الله الانجاز ديال محطه المعالجه هاد المكتب ديال الدراسات حنا باش تكون باش نربطوا ديك كما قلت لكم كاينه الزاميه النتيجه غادي الدراسه اللي درنا فيها ماشي غير يدير الدراسه ويمشي غادي يتبع حتى الانجاز ديال المحطه يعني غادي تكون عنده لاسيستونس تكنيك والتتبع ديال هذه المحطه اللي غادي يكون ان ابيل دوك بوكلوس مارشي اللي عاوتاني غادي يتفرنسا ان ابيل دوك انترناسيونال يجيو الناس اللي عندهم خبره في هذا الميدان ومن بعد التتبع ديال الانجاز ديال هذه المحطه ان شاء الله يبقى معنا هذا مكتب الدراسه تاع الاستغلال يعني باش تبقى لك المسؤوليه ديالهم يعني من الاول الدراسه حتى يكون الاستغلال ديال هذا وتبان النتيجه من بعد هذاك الشيء دونك غادي نكون وصلنا ان شاء الله لواحد غادي نكون وصلنا لهذا الكونترا هذا اللي عندنا هنايا ديال 15 عام ديال هذاك الساعه يمكن نعاود نوصيو على بيبر اللي غادي يجمع كل شيء ديك الساعه غادي يكون كونسول ديليكاتور اللي عاود الو فهاد الدراسه كذلك حنا باش نزيدو نتاكدو لان حنا عارفين ومقتنعين باللي الريحه اللي كاينه واحد 98% جايه من ديكسيليا ولكن هذا ما يمنعش انه تقدر تكون ريحه مثلا جايه من لي ديشي اللي كيتحطو او لا لي كامون اللي يكونوا جايين او لا فهاد السيستم ديال ديكازاج اللي كيكون عندنا ولا هذاك دونك في هذه الدراسه هذه درنا حتى واحد الدراسه ديال الهوائي دونك هذه كتمشي اون باراليل في هذه الخمس شهور هذه وغرجع نكتب الدراسات وهذا باش يحدد لاباك حتى هي كتصيب ريح لا راه ستاسيون ديال بيراسيون واحد حتى هي ديال الجهه الاخرى حنا متعاونين حنا بنادم
كسائق سبوسين الأنجيلا رضيه دونك هذه الدراسة هذه داخل هذه ستي ميسيون داخل في هذه الدراسة هذه اللي تحددنا يعني الوقعة الجغرافية اللي فيها التأثير ديال هذه الريحة فين وصل الريحة هذا الشيء ديال الريح ديال هذاك فين وصل فين كتمشي وفين هذاك من غير روائح اللي غادي تكون الاكسجين لان اللي كاين اللي ما حطت له على راه ما بقاتش لان عندنا اون اوبليغاسيون دو ريزولتا البروتوتيب غادي يكون الا ما خرجناش الريزولتا اللي راه ما كاينش الريحه راه غادي يولي يعاود المسائل ديالو حتى بصح حنا سيدي انا عاد دابا جيت دخل لي غير الحلول حلول لان سنويا الريحه والمواطنين يضربوا عطينا الحلول الحلول هي هذه اللي راح نهضروا عليها الاولى انه كاين الحلول راهم 2012 هي كذاب كنديروا ليفاكواسيون فورسي وكنديروا المعالجه بالمواد الكيماويه هذا اللي راه يحد واحد النسبه كثيره للروائح من هذه الرائحه اللي راه كتوصل كتوصل كاين نهار اللي توصل كاين نهار ما توصلش غير في واحد المعدل لمده معينه كتوصل عاوتاني اللي كتوصل كتوصل واحد الوقيته ديال ربع ساعه 20 دقيقه وبعض المرات 5 دقائق وكتمشي اما لو كان ما كنا كنديروا حتى شي حاجه دوكا ربما الريحه قليله كامله وتبقى كل يوم حتى ربما حتى في المشتى دونك هاي الحلول اللي درناها بالرغم من كما قلت قبيله واخا ما كايناش في كناش التحملات واخا ما كايناش على عاتق المفروض دابا الحلول اللي احنا فيها هي اللي فهمت الاخوان هي الدراسه اللي وصلنا اليوم ان الدراسه راه هذه شهرين اللي دات وكاين البروتوتيب غادي نشوفوه وراني فهمت كاع المراحل اللي غادي تقطعها هذا العلاقه كيبقى كيبقى بطبيعه الحال سيدي تكون قلت على بان البروجي فيه 3 شهور السكان كيحتاجو كيتشكل شحال يعني نعطيهم المده باش انهم يتمعنوا لا انا ما قلتش البروجي فيه 3 شهور قلت لك الدراسه فيها 7 شهور هذه شهرين من بدات 5 شهور باقيها وتكمل وتكمل الدراسه ملي تكمل الدراسه شنو هي الدراسه يعني اشنو هما الحلول اللي غادي يكونوا ديمونسمون ديال لا ستاسيون لي بلون ديكزيكسيون ديالها كلشي كيكون موجود موجود باش لونسيو ان ابيل دوف ولكن باش تلونسي ان ابيل دوف راه خصك تعاود الاعتمادات حنا الكونترا اللي دارت الاتفاقيه اللي دارت في الاول راه فيها ما يكفي الدراسه ولكن راه ما فيهاش ما يكفي الانجاز هذا حنا بصدد مع السي الرئيس والسيد الوالي ومعنا الشركاء ديالنا اللي هما فين كيتعاملوا معنا هنايا لونفيرونمون والمديريه العامه للجامعات المحليه وغادي نشوفوا ربما حتى مجلس الجهه الشرقيه دونك هادو باش على حساب الكلفه اللي غادي تبان واحد الشهر وعلى حساب الاعتمادات اللي هي متوفره هذا وما كافياش شنو غادي نزيدوا عليها باش غير تكمل الدراسه ولونسيو لا بيل دوف ما الا ما كانوش الاعتمادات وما لونسيوش لا بيل دوف ما نقدرش نعطيك شي وقت دابا خص من 5 شهور يعني من لو مو دوكتوب اللي يكونوا سالينا الاخر وعرفنا شنو نديروا والبروتوكول عطانا الاخر ديالو والكلفه معروفه ليستيماسيون ولي بلون ديكزيكسيون معروفين ولا لابيل دوكتور موجود خص يكونوا الاعتمادات حتى هما موجودين يعني خصنا نعملوا من دابا في هذه 5 شهور هذه باش نوفروا الاعتمادات باش نقدروا نوصلوا لابيل دوف اللي نوصلوا لابيل دوف خصنا على الاقل 10 شهور 10 شهور الانجاز ديال الانجاز ديال هذا الانجاز ديالها الو اشنو الا جينا نشوفوا هذا البلانينغ غادي تقول لي ديجا حنا رقمتنا اكتوبر 2017 و10 شهور اخرى هي مشينا لجويه 2018 يعني غادي يلحق علينا الصيف ديال 2018 والصيف هو اللي كنت فيه عاد عايشين في هذا يعني هذا الصيف مازال كاين الريحه والصيف الجاي مازال كاين الريحه حنا من جهتنا شنو غادي هذاك حنا راحنا نحاولوا يعني الجهود اللي كاينه ديال هاد ليفابوراسيون فورسي اللي كنديروها وهاد المعالجه بالمواد الكيماويه غادي نزيدوا فيها نزيدوا نكثروا منها باش نحدوا من هاد الريحه ما نقولش غادي الريحه نقطعوها بعدا في هاد الريحه راه ما تقطع الا من دار محطه المعالجه دونك كيما قلت لكم عندنا الدراسه اللي درناها ديال هاد الروائح فيها غادي دير دياغنوستيك والتاثير ديال هذا كلش ولكن غادي تعطينا حتى واحد لي ميزور ديرجونس واحد التدابير استعجاليه اللي غادي هذاك لان هذا مكتب دراسات مختص بهذا المجال غادي يعطينا واحد حلول استعجاليه اللي غادي يمكننا حتى هي نضيفوا هذا الشيء اللي راه حنا نديروه نضيفوا هذا الشيء اللي راه حنا نديروه باش نحاولوا نحدوا ما امكن من هذا الروائح
بلانينغ غادي نقولكم محدودش بلانينغ بلانينغ راه عنده علاقه مع بزاف الحوايج. راني قلت لكم الدراسه راها غاليه راه سرقها اوتو تيكا هو كاين عندنا شهر الى شهر ما قدناش ما وصلناش غادي يزيد حتى يلقى الحل ديالو يزيد 15 يوم خارج المشريه كل شهر.